برعاية مجلة الموج والجالية ميديا أقيم في مركز شهريار للمناسبات حفلا فنيا ساهرا أحيته النجمة سوسن نجار على أنغام الفرقة الموسيقية التي رافقتها من ديترويت بالإضافة إلى دي جي فادينا. هاي الحفلة عندنا اثنين راح يعجبوكم، عندنا سيدة الأعمال جوجو الخطيب هم اللي راح يقودون هاي الحفلة، والإعلامي أياد البنا غني عن التعريف، يتفضلون يسلمون المايك من عندي. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زين وناس صوت جراسة. ليلة عيد، الليلة ليلة عيد. هذا فقط قاد هذا الحفل الإعلاميين المميزين أياد البنا وجوجو الخطيب اللذين قدموا أروع عرض متنوع من الترحيب والمسابقات وحتى المرح. هذا الحفل الذي حضره عدد كبير من أبناء الجالية والذي اتسم بالجو العالي العربي المتنوع، حيث كان الحضور من جميع الدول العربية بل وحتى الأجنبية. فهذه هي رسالة مجلة الموج والجالية ميديا لجمع العرب دائما دون أي تفريق أو تمييز. تلم الأهل والحبايب من بعيد، والله شوفتكم اليوم عيد، تحية لكم نورين. لا في كبير لا أيام. ليلتنا اليوم زي ما شايفين ليلة كتير سعيدة وحلوة، فبدنا نشكر الناس القائمين على هالحفلة هايدي. بدنا نشكر مجلة الموج والجالية ميديا وعلى رأسها مسيو فارس جميل الموجود معنا اليوم فارس. تحية كبيرة لفارس الرائع. فارس وينك يا فارس؟ أهلا وسهلا فيك فارس، كيفك؟ شو هالجمال هيدا اليوم اللي جايبنا عليك ليتنا هون أنت؟ لأنك أنت جميل. زقفة كبيرة لفارس بليز. وعدنا السيد علاء سعدي يوسف وكيل عقارات، تحية إله، نتمنى يكون موجود اليوم ويانا بس ما قدر يحضر. والسيد وكيل عقارات آرا ماركوس، تحية إله موجود ويانا، مشكور على هالجهود. ومنحيي كمان مسيو غزوان أكشي، ما بعرف إذا موجود معنا مسيو غزوان. موجود مسيو غزوان؟ ما أنا موجود، منعطيه تحية كبيرة ومنوجه له أحلى تحية وكل عام هو بخير. وكمان منحيي مسيو لطيف إسماعيل وكيل عقارات كمان موجود معنا إن شاء الله اليوم، أهلا وسهلا فيك، شكرا كتير على دعمك. عندنا آشلي يونان، السيدة آشلي أو الآنسة، ما وصلت لنا الخبرية صحيحة بس آشلي يونان ما زالت آنسة. الله شوف موجودة معنا آشلي، موجودة؟ ما موجودة يا آشلي. إلى آشلي مورغيج. وبنشكر صباح لتأجير السيارات، وبنشكر هاملتون كير سنتر لدكتور مازن رسام ودكتور بسام بطرس، بنشكرهم على دعمهم كمان. وبنشكر في اي جي لو لويرز هني كمان بنشكرهم. وايضا عندنا صحارة ترافل، صحارة ترافل موجود ويانا اليوم؟ ما موجود، تحيه لها باسمكم، مشكور على الجهود اللي قدمها لهذه الحفله اللي خلينا الليله حلوه وسعيده اكيد بوجودكم طبعا. وشكر خاص، شكر خاص طبعا اذا السيد رياض الامام خليه يوقف اذا هو موجود ويانا. شكرا جزيلا الى السيد رياض الامام الجهود اللي بذلها ويا السيد فارس. طبعا الشكر الخاص هو الاول والاخير هو الى حضورنا الكرام الحلوين، والله منورين اليوم، تحيه لكم، منورين كثير، اهلا وسهلا فيكم. وطبعا عندنا الضيوف الكرام اللي ما راح ننساهم اكيد، متعهد النجوم طبعا سليمان، نبيل سليمان بليز اوف، خلي يشوفوك الناس، مشكور على جيتك. ومنرحب بالدكتور عز الدين ابو العيش موجود معنا اليوم هون، بليز كليتنا بنوجه له تحيه، ريت هيك زقفه كبيره لمسيو دكتور عز الدين ابو العيش معنا هون. دكتور عز الدين تحيه خاصه ايضا اللي ترك حفلته ومطعمه وبزنس تبعه واجانا اليوم الليله، السيد احمد حرب، تحيه له، اهلا وسهلا باحمد، تحيه كبيره لاحمد. وعدنا ايضا طبعا من ستار اوتو جلاس بسام بتو، تحيه لها. ومنرحب طبعا بفادينا، دي جي فادينا، فادي نعم. بدا هذا الحفل بالنجمه سوسن نجار التي قدمت الطرب العربي المتنوع، فقد غنت سوسن الخليجي والسوري واللبناني والعراقي، وجعلت مسرح القاعه
يمتلئ بأبناء الجالية الذين تفاعلوا جمالية الحفل. ثم أطربنا دي جي فادينا بالأغاني المختلفة ومن جميع أنحاء العالم. شهريار سنتر على حضانتهم لهالإيفنت الكبير هيدا، إيفنت يلي كليته حب، منقلهم شكرا كتير وإن شاء الله يا رب بتضلكم على طول بالخير وبتدعموا الكل بالخير إن شاء الله. أسرة الجالية ميديا ومجلة الموج تتقدم للحضور والرعاة بالشكر على دعمهم ومشاركتهم، واقبلوا تحياتنا وكل عام وأنتم بخير، ونترككم مع هذه اللقطات من هذا الحفل المميز. السنة الجديدة تكون سنة خير ومحبة وسلام على الجميع. بالبداية أحب أشكر صديق العزيز فارس جميل على إقامة الحفلة الحلوة، وإن شاء الله بهالسنة الجاية تكون سنة خير عليه، والمجلة الموج تكبر أكبر وأكبر يصير أكثر وأحلى بعد. كلش سعيدة بوجودي وياكم الليلة، أتمنى أن نقضي فالليلة حلوة سوا ونفرحكم يا ربي إن شاء الله. شكراً على التقديم الحلوة قدمتوا لي إياها، أشكركم كل قلبي، أشكر مركز شهريار على بين على الحفلة الحلوة على المساعة الحلوة، أتمنى لهم الموفقية يا ربي على سنة جديدة. شانكم شانكم رجال ومرأة. هاي فارس أنت من الزوج. شانكم رجال ومرأة راحوا للبيت ورا هالحفلة، يعني خلينا نقول خلصت الحفلة وراحوا للبيت. المرأة غطت زوجها، قعدة ثاني يوم ما لقته، فقامت تقول يما نباق رجلي، يما نباق رجلي، عيني نباق رجلي، يما نباق رجلي، ويلي علي ويلي يلا روح.
اسألكم وبعدين الناس انتوا ممكن لقيتكم اسمعوا، لازم تسمعوا شو عم يحكوا عشان تقرروا مين اللي حيفوز. الله يرضى عليكم، طلعوا هالبنات الحلمين، طلعوا علي انا، نحن بدنا يعني ما نكون جادجمنتال بس نكون فير. Please be fair. Okay. أحلى من البنات، شو ما حكوا البنات حلو. Please be fair. يعيش اللحظة. دونوها هاي عندكم. دونوها. نازل قالين يعيش اللحظة. هيدي من عنا نحن ستات. إذا ما سمعت الزقفة الكبيرة حأزعل. زقفة كبيرة. وين الصف للنسوان؟ هسا نبدي ويا رافائيل. رافائيل. Please. The three L's. Love, live and laugh. Love. Live and laugh. دونوها عندكم. هاي رفائيل قال. Well, it was nice. Okay, now مع دلال. إنه مع بداية السنة الجديدة الكل الصف يقفوا مع بعض، ما حدا يكون بعلامة الثاني ويبلش يفرح الجديد بسبب السبب. سمعتوها لو تعيدها؟ سمعتوا ولا نعيد؟ من عيد؟ سمعتوا؟ عيد عيديها صوت. بداية السنة الجديدة الكل بتتصفى مع بعض، ما حدا يضل زعلان من الثاني ويبلش السنة الجديدة ب 2030. الله. سقفة كبيرة لدلال، إن شاء الله يا رب كل الأمور تتصفى. دونتوها؟ دونو انتوا عاد لا تخجلونا شوية في أشياء أحسن. يا عمي نحن الغلبين ولا شو بك أنت؟ كارلوس. Love your family above all. Love your family above all. دونوها عندكم. شوفينا ايش عندك والله. أيلين. لا في كبير العيلين قبل ما تبلش، كمان شجعونا شجعونا. كبيري 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 كبيري. أيلين. أتمنى من الرب الصحة والعافية للجميع، صغار وكبار، يا رب. يا رب. الله. معطوا ولا من عيد؟ عيدي أيلين. أتمنى من الرب الصحة والعافية للجميع. صفقة صفقة وياها، صفقة، شاركونا وياها. شان. Now you are my bonus number. I want to say something really to you. Something hit. يعني لا تخجلنا. وياكم شان. أمنيتي أمنية عائلتي نربح 649 ونلطي هدية لأطفال العراق. الله. إن شاء الله يا رب تربح. هلا إيه أنا وين ما تعطيني كل شيء؟ ولا انا؟ انا الطفل العراقي يعني انا؟ ولا الي ولا بتفل؟ ولا بتفل؟ اقول لك شان انت ليش بتبعد؟ ما تدونوها ما تدونوها. اوكي سمعتوا كل شيء مو؟ مثل ما قلنا بليز بي فير اند تشوز ون اوف ذا سكس. بس رح نرجع هلا نعيد كل واحد، نحن ما حن يعني حنعطي المايك لهم كلهم بالتدريج، حيقولوها البنات بعدين الشباب تستذكروني يعني بس ركزوا مرة تانية وبعدين حنعتمد بالتنقية على الزفقة، يعني يلي بأكتر واحد بيطلع له تصفيق هو the only girls. And be honest, okay? We decided to give another $100. So please. Big hands. Big hands now, and we're gonna like you to introduce one by one, and you have to clap. Okay? So choose really fair, okay? Well, they said all of them said like nice stuff. We can't, I know it's very hard, but we'll see. One has to win. Nazif! Dalal! I mean. Oh, we have a winner! We have a winner! We have a winner. Like, you know, I wish you the best. And the Sahara and love.